عملية أخرى تضاف لسلسلة عمليات جهاز الأمن الوطني في مطاردة عصابات المخدرات، وآخرها عملية نوعية بإلقاء القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما 9 كيلوغرامات من المواد المخدرة. هذه العمليات المهمة في مطاردة عصابات المخدرات والجريمة كان لها الأثر الواضح في تطهير المجتمع العراقي من هذه الآفة الدخيلة عليه. إلقاء القبض وملاحقة تجار ومروجي السموم والمواد المخدرة من المخدرات والمؤثرات العقلية، جهاز الأمن الوطني، المديرية العامة للاستخبارات والأمن، كذلك جهاز المخابرات، وإنزال جوي في محافظة ميسان تم إلقاء القبض على 63 كيلو حشيش و 8 كيلوات كريستال. إذن اليوم أكو تنسيق جدا عالي وفق المواد القانونية المنصوص عليها بقانون رقم 50 لسنة 2017 اللي يخص مكافحة المخدرات. مراقبون ورجال دين شددوا على ضرورة مراقبة أماكن تجمع الشباب وخاصة المقاهي، والتأكيد على متابعة هذه الأماكن ومنع وصول المخدرات إليها من خلال المروجين والبائعين لها، وبالتالي الحفاظ على الشباب العراقي من الانحدار نحو الإدمان. جانب التوعية من الجوانب المهمة، لأنه الحكمة تقول الوقاية خير من العلاج. اليوم احنا مسؤوليتنا كرجال دين وخطباء حسينيين، قطعا الدور للمنبر دور كبير في توجيه الشباب، عمل دورات وورش عامة للتربية والتهذيب والتوعية، توعية الشباب كذلك على هذا الإدمان يعالج وموجود في دول متقدمة، أخذ كيفية العلاج، أستشير استشارات طبية، كذلك يعني علماء نفسيين في عمل ورش ودورات لهؤلاء الشباب. وفي المقابل تقوم وزارة الداخلية الممثلة بمديرية مكافحة الجريمة بعدة جولات ومطاردات للحد من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في أماكن مختلفة من البلاد. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية.